بعد كده انا بتكلم عن الداون لايت يا شباب، انارة الاسقف، تمام، وهم متميزين جدا في الكشافات الخاصة بالداون لايت، سواء كانت انارة اسقف بانل اللي هي بنسميها الديب بانل داون لايت، او انارة الاسقف اللي هي سي او بي داون لايت اللي هي الاسقف الغطسة، تمام. انارة اسقف البانل العميقة بيسموها او الديب بانل داون لايت اللي هي البانلز بصفة عامة، الشريحة بتستخدم البانل، تمام. دي بيبقى العاكس بتاعها ديب ريفليكتور تو ريديوس الجلير، الغاطس نفسه او العاكس بيبقى داخل شوية كده بحيث يقلل لي من الوهج اللي موجود. ضمانها ليها ضمان 3 سنوات، استهلاكها زي ما قلنا 15% من الكشافات العادية او من الهالوجين، بتعمل ب100%. استخداماتها بستخدمها في المنازل والمكاتب والمعارض التجارية وفي الفنادق، بستخدم النوع ده من الكشافات. طبعا هنا بنبدأ نشوف نفس القصة، هنا بيديني الكات اوت اللي هو هنا الدايمنشنز، خلي بالك اللي هو الدي كام ملي، وهنا في عندي الهايت. هنا طبعا الكات اوت ده الشكل بتاع السبوت نفسه بتاع الفريم عشان اعمل عملية الكات فيه 70 ملي، تمام. هتلاقي هنا مثلا الدايمنشن بتاع ده 60 ملي، تمام. هتلاقي في عندك العلاقة بين الدايمنشنز هنا ونسبة الكات اوت بحيث يبدأ يريح القاعدة بتاعت الكشاف، لان الكشاف بيبقى فيه لو انت بصيت كده في جزء من بره الفريم ظاهر داخل السقف المعلق اللي هو الجزء ده، تمام، والداخلي اللي هو بتاع الكات اوت. هنا برضو نفس القصة، بيدي لك درجات اللون السي سي تي، تمام، في محاضرة كاملة عن السي سي تي، تمام، والسي ار اي، تمام، اللي هو بيديني اللون الاصفر والابيض، الاصفر والابيض، الاي بي 20، السي ار اي 80، البيم انجل 60، تمام، اللومنز بتاعي كام حسب الشغل بتاعي ده، هنا في 800، 1200، 2000، 4000 لومن، تمام. هنا بيديني الفولتجز اللي هو بيشتغل على 110 وال 220، 35000 ساعه، دي ميزه حلوه جدا. الباور في منها 10 وات، 15 وات، و25 و40 وات. بعد كده في عندك اناره سقف غاطس اللي هي احنا بنسميها سي او بي داون لايت، تمام. بيبقى عندي برضو ديب ريفليكتور بحيث يبدأ يخلي السي او بي جوه، تمام، بحيث يقلل من التوهج. بيديني ضمان 3 سنين، والاستهلاك بيبقى اقل 15% من الكشافات الهالوجين. ليها استخدامات كتير جدا في المنازل والمكاتب والمعارض والفنادق. بيدي لك هنا الكات اوت والسي سي تي والاي بي والسي ار اي والبيم انجل واللومينس والفولتج بيشتغل على كام. طبعا هنا في ميزه ان هي بتشتغل على 50 و60 هرتز، يعني لو هتشتغل في دوله بتشتغل 50، تمام، تردد بتاعها 50 هرتز تنفع، او هنا تشتغل في السعوديه 60 هرتز. اللايف تايم او اللايف سبان بتاعها 50000 ساعه، مهمه جدا. في منها باور مختلفه 10 و15 و20 و36 وات.